لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا مرشد للبصائر العالم تعالى رحمه الله أيضا. وصلنا إلى السؤال الثالث والعشرين. قد اشتهر عند أهل العلم أن لكل جارحة من أعضاء البدن عضوية خاصة في الصلاة، فما هذه الخواص؟ يعني الصلاة القلب ليه عبودية، واللسان ليه عبودية، واليد ليها عبودية، والرجل ليها عبودية، والعين لها عبودية، كل عضو من أعضاء الإنسان في الصلاة له إيه؟ عبودية. فيتكلم دلوقتي تفصيلا على أنواع هذه العبودية. نبدأ الأول بعبودية القلب، ثم عبودية اللسان، وبعد كده عبودية اليد، وعبودية الرجل، وعبودية العين. تمام؟ قال الجواب: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الأصل في هذا أن تعلم أن الصلاة المقصود الأعظم بها إقامة ذكر الله والخشوع له والحضور بين يديه ومناجاته لعبادته. وقلنا ذكر الله عز وجل، أصل معنى الذكر إيه؟ أصل معنى الذكر حضور المذكور في قلب الذاكر. أصل معنى كلمة الذكر حضور المذكور في قلب الذاكر. ثم التعبير عن ذلك باللسان ده تكملة، لكن الأصل حضور المذكور في قلب الذاكر. عشان كده في تفسير قول الله عز وجل: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا. مش الاستغفار ده ذكر باللسان؟ أما ذكروا الله ذكر بالقلب، ده أصل معنى الذكر. ذكر القلب حضور المذكور في القلب. ذكروا الله يعني ذكروا عظمة الله، ذكروا عقاب الله، ذكروا عفو الله، فاستغفروا لذنوبهم. وفي الحديث يأتي الشيطان إلى أحدكم في صلاته فيقول له: اذكر كذا اذكر كذا، لما كان لا يذكر في الدنيا من أمور الدنيا. اذكر كذا، فتقعد أنت بتصلي بتتكلم بالفهم، بتقول في الماتش والجنيه والمعادي والدوري، تقعد تتكلم في الحاجات دي ولا بتذكرها في قلبك؟ تذكرها في قلبك. في قلبي ولا في عقلي؟ في القلب. العقل مجرد خواطر، لكن إذا الخواطر مرة سريعا ولم يشغل، هو العقل ده منفذ القلب. عند الضبط كده القلب هو الملك، والعقل هو المستشار، المستشار المفكر، لكن القلب هو ليه؟ هو الملك. تمام؟ فالمقصود من الصلاة ذكر الله عز وجل، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة لذكري. يعني لذكري في تسترين، بس الأول من أجل ذكري، يعني الغرض من الصلاة ذكر الله. التسترين الثاني: وأقم الصلاة لذكري، يعني عند ذكري، اللي هو في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر. يعني إذا ذكرت الله كنت صلي، إذا ذكرت الصلاة صلي. يبقى أقم الصلاة لذكري، ده الأول. الدليل الثاني قول الله عز وجل: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يعني الصلاة فيها فائدتين: الفائدة الأولى نهيها عن الفحشاء والمنكر، والفائدة الثانية وهي أكبر ذكر الله. ولذكر الله الذي في الصلاة أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. ده ترجع الشيخ الإسلام الثاني يا رب الله. ثاني شيخ الحتة نقول: المقصود من الصلاة ذكر الله. أما دليلين من القرآن، دليل الأول قول الله عز وجل، أو أكثر من دليل، يعني دليل بس الأول قول الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري. دليل ثاني قول الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. دليل ثالث قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلا يفلح إلا من كان خاشع في صلاته. بلا خشوع في الصلاة لا فلاح، لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذا الفلاح في الدنيا وفي الآخرة مرهون بحصول الخشوع في الصلاة. فذكر اسم ربه فصلى. قال: وهذا المقصود للقلب أصلا، والجوارح كلها تبع له.
ولهذا يتنقل العبد في الصلاة من قيام إلى ركوع، ومنه إلى سجود، ومنه إلى رفع، وهو في ذلك يتنوع في الخشوع لربه والقيام بعبوديته، ويتنقل من حال إلى حال. كل وضع من أوضاع الصلاة وكل ذكر من أذكار الصلاة فيه نوع من أنواع الخشوع. فالخشوع ده مفترض يكون أمر ثابت دائم في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، زي ما بيقول في قول الله عز وجل الخاشعون ليس إيه؟ يخشعون. اسم يفيد الثبات والاستمرار، يعني جوابه الثبات على الخشوع. فالمفترض الإنسان يكون في صلاته كلها خاشعا، لكن كل فعل من أفعال الصلاة وكل قول من أقوال الصلاة فيه نوع من أنواع الخشوع غير النوع الآخر. يعني الخشوع حال القيام غير الخشوع حال الركوع غير الخشوع حال السجود. عشان كده ينبغي على العبد أن هو يجتهد في استحضار معنى ما يفعل، في استحضار أنه الآن قائم بين يدي الرب، أنه الآن راكع لله، أنه الآن ساجد لله عز وجل. وكل قول من الأقوال التي يقرأها والأذكار التي يقرأها له نوع من أنواع الخشوع. عشان كده يقول ولكل ركن من الحكم والأسرار ما هو من أعظم مصالح القلب والروح والإيمان. ولهذا علق الله الفلاح التام على هذا في قوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وجماع هذا يعني يجمع لك الخشوع ده، يجمع لك حال القلب في الصلاة، أن يجتهد العبد في تدبر ما يقوله من القراءة والذكر والدعاء وما يفعله من هذه التنقلات. يبقى ركز في العبارة بتاع الشيخ جميلة جدا، يقول أن يجتهد العبد. يبقى رقم واحد لابد من بذل الجهد في تحصيل الخشوع. تبقاش قاعد عمال تسرح في صلاتك وعمال تهرش دماغك وتلعب في مناخيرك وتشوف المفاتيح اللي في جيبك وتشوف المحفظة اللي في جيبك وتشوف كرشك كبير ولا مقدرش وتشوف مش عارف ايه البوع اللي في الهدوم بتاعتك انت مش واخد بالك منها وتقعد تلعب على البجاد وانت بتسرح وتقعد مش عارف ايه. يبقى وتتمنى حصول الايه؟ حصول الخشوع. فكده مش بتاخد بالاسباب، واضح؟ فيبقى لابد من الاخذ بايه؟ بالاسباب. في اسباب قبل الصلاة ايضا وأسباب أثناء الصلاة. أنت أصلا لو نظرت إلى تشريعات الصلاة هتجد كل تشريعات الصلاة منصبة في صلاح الإيه؟ الخشوع. يعني مثلا في بناء المساجد مثلا نحن زخرفة المساجد، في أثناء الذهاب إلى الصلاة إذا أقيمت الصلاة مثلا فلا تعتوها أنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون عليكم مستهينة. يعني حتى لو أقيمت الصلاة ما تسرعش، تمشي بالراحة. ليه تمشي بالراحة؟ مقصود عشان تيجي الصلاة وأنت خاشع، مش تلاقي مثلا عمال متوضي مثلا وبخلص وضوء ومش عارف مريضه فيروح واقف وعمال هو بيصلي بقى عمال يفك الاكمام بتاعته وهو بيصلي مثلا. تضيف الجمعه لا تسعه مش معناها الجمعه، تسعه معناها الذهاب. هنجمع ما بين تعبد ذكر الله وما بين تاتوها وانتم تمشون. في قول الجمهور المفسرين اسعوا الى ذكر الله الذهاب، للسعي اللي هو الذهاب والعمل مش اللي هو مش اللي هو الجري. يعني مثلا من الاحكام الشرعيه اللي توضح الامر ده هذا حديث مثلا لا صلاه بحضر رز طعام ولا وهو يدافعه الاخذ ثاني. يعني الطعام موجود والصلاه لا، الاكل الاول هي عشان ما تصليش وانت تفكر في الطعام تشتهي الطعام. يدافعه الأخبثان يقول أو الغائط لا تذهب الأول لقضاء الحاجة. يعني في فقه الرجل أن يأتي حاجته قبل صلاته. ليه كل ده؟ مش مقصود أنك أنت تركعها، مش مقصود تسجدها وتنعر بسرعة، مقصود أنك أنت إيه؟ تصلي صلاة خاشعة. تمام؟ قرار أن يأتي حاجته قبل الصلاة يعني مش بعد ما الصلاة وقبل يفتكر الحاجة، يعني جاهز الحاجة قبل الصلاة. مثلا من الحاجات اللي شرعت في الصلاة من أجل الخشوع السترة، سترة المصلي عشان ما حدش يقعد يعدي قدامه ويشغل ايه ويشغل بصره، وضع اليد على الصدر اثناء الصلاه زي ما هي حتى لا يعبث بيده، لا تكون يده مرسله لا يعبث بها. فهي احكام كثيره في الصلاه المقصود منها ايه؟ تحصيل الخشوع. طيب يبقى اول حاجه ان يجتهد العبد، اللي محتاج منك ايه؟ بذل جهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مثل قال المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، في النهاية في ذات الله. طيب يجتهد العبد في تدبر
يبقى دي اهم حاجه تستجلب ليك الخشوع، انك انت تتدبر حاجتين، اول حاجه الاقوال، ثاني حاجه الافعال. يبقى ان يتدبر رقم واحد ما يقوله من القراءه والذكر والدعاء، رقم اثنين وما يفعله من هذه التنفلات. يبقى تتدبر احوالك الفعليه واقوالك باللسان. وكمال هذا، اكمل حل بقى في الخشوع، ان يعبد الله كانه يراه، فان لم يقوى على هذا استحضر رؤيه الله له. يبقى ده مقام الاحسان، اصلا مسؤول عن الاحسان، ان تعبد الله كانك تراه. يبقى ده اعلى حاجه، ان يعبد الله كانه يراه، فان لم يقوى على ذلك استحضر رؤيه الله له. يبقى مقام المراقبه. وبحسب حصول هذا المقصود يحصل تأخيرها للعبد له من الأجر والثواب والقبول والقرب من ربه ما يحصل. يبقى على قدر تحصيل الخشوع في الصلاة، على قدر ما تنال من ثمرات الصلاة. ثمرات الصلاة العظيمة لا تنال إلا إذا صليت كما أمرك الله، الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثمرات زي إيه الصلاة؟ ايه ثمرات الصلاة؟ اعظم ثمرات الصلاة القرب من الله. كلا لا تطعه ينزل واخترق عيني على نفسك لكثرة سجودك لدخول الجنة والقرب من الله. غسل اثار الذنوب، ارأيتم لو ان نهرا جارين بباب احدكم، والبعد عنها، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الإعانة على سائر الأمور سواء طاعات أو أمور دنيوية، واستعينوا بالصبر والصلاة. كل الثمرات دي للصلاة لا تتحقق إلا بإيه؟ بالصلاة كما أمر الله، لأن الخشوع فيها ظاهرا وباطنا. عامل بالضبط زي ما طبيب يصف الدواء، عشان تحصل ثمرات الدواء لابد من الالتزام بالجرعة المحددة. واحد مثلا تكتب له مثلا تكتب له قرص 3 مرات في اليوم، يروح ياخد قرص مره كل يوم، يجي لك مثلا بعد 5 ايام ما حصلش حاجه، تقول له ايه؟ ما انت اللي ما التزمتش بالعلاج، صح؟ فنفس الامر، انت عايز تحصل ثمرات الصلاه التي اخبر الله بها، ومن اصدق من الله قيلا. طالما ربنا اخبرنا بهذه الثمرات يبقى الثمرات دي لابد حاصله، بس بشرط انك انت ايه؟ تصلي كما امرك الله عز وجل. بتحصل الخشوع فيها ظاهرا وباطنا. عملت كده يبقى ابشر ان هو لابد تحصل لك هذه الايه؟ هذه الثمرات. طيب. قال ولهذا ورد في الاثر ليس لك من صلاتك الا ما عقلت منه. حديث يا شيخ. وحديث وارد موقوف عن ابي هريره وارد مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. استمشى في الباب. لا يكتب المرء من صلاته الا ما عقل منه. معناه حصول هذه المقاصد الجليله والا ابراء الذمه وزوال التبع تحصل باداء جميع لازمات الصلاه. ايه النقطه دي بقى؟ في خلاف ما بين اهل العلم، لو واحد صلى ولم يخشع في صلاته، قعد طول الصلاه ترحيما، هل عليه اعاده الصلاه ام لا؟ فيها خلاف. الجمهور على انه ليس عليه اعاده الصلاه. نقول واحد صلى لم يخشع في صلاه، قعد طول الصلاه ترحيما، خلص الصلاه، عليه عقد الصلاة ولا مش عليه عقد الصلاة؟ فيها قولين. القول الأول إن هو عليه إعادة الصلاة. ليه؟ لأن إذا كان الإنسان إذا ترك ركوعاً أو سجوداً أو ركناً من أركان الصلاة فعليه إعادة الصلاة بحديث المصيب في صلاته. فبالأولى إن ترك الركن الأعظم الذي هو روح الصلاة ومقصود الصلاة ولب الصلاة والخشوع في الصلاة فعليه إعادة. ده ترجيح أبو حامد الغزالي، ترجيح أبو حامد الغزالي رحمه الله. القول الثاني ترجح الإسلام تماما أنه ليس عليه الإعادة، ده الأمر. يعني إسقاط التبع إبراء الذمة يحصل بأداء الواجبات والأركان الظاهرة. يعني مثلا الخشوع الظاهر، الخشوع الظاهر يعني إيه؟ يعني بيعمل الركن بيطمئن في الركن الظاهرة، ممكن يكون سرحان في قلبه، ده كده قافل. الأجر مش هياخد، الأجر مترتب على الخشوع. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، لا يكتب للمرء من صلاته الا ما عقل منها، ان الرجل لا يصلي ولا يكتب له من صلاته الا نصفها ثلثها ربعها لغايه ايه؟ عشرها. فيبقى الاجر والثواب مش هتاخد. لكن هل يلزمك انك انت تعيد؟ لا. الاعاده او الصحه والاجزاء في الدنيا مبني على الاحكام الظاهره، مبني على اداء الاركان والواجبات الظاهره مش الباطنه. واضح ولا لا؟ الراجح انه ليس عليه اعاده. تمام؟
طبعا الناس بتتفاوت تفاوت هائل جدا. انا اقول لك مثلا ايه هو حب ربنا؟ معروف حب ربنا هو ايه؟ طب هو درجات او درجات؟ الناس اللي فوت فيه تجاوز فيه. طب نقدر نقول مثلا في درجه اولى درجه ثانيه درجه ثالثه؟ لا، في درجات لا حصر لها، متفاوته تفاوت هائل. تفاوت الخشوع في الصلاه، خشوع يعني ايه؟ ليه معنى ظاهر اللي هو السكون والثبات، وليه معنى باطن اللي هو الخضوع والاستكانه والذل لله عز وجل مع تدبر ما يقول وما يفعل. ايه اللي جاب ده هنا دلوقتي؟ الشيء الشيء طيب الله المستعان. دي شو مهم؟ محمد الله دي يعني؟ لا ما هي شبهة. يقول لك ايه؟ بعض الناس يقول لك طب ما ايه المشكلة لما الواحد يطرح في الصلاة؟ ده عمر رضي الله عنه كان يقسم الجيش ويجهز للجهاد وهو في الصلاة، يعني يقعد يفكر هيبعت الجيش ازاي وهيقسم ايه ويعمل ازاي وهو في الصلاة. فنقول اولا ده كان حال عارض ليس حالا دائما، تمام؟ واهل العلم على قولين، اما القول الاول ان ده من النقص المغفور، او الحال الثاني ان لا بأس ان ده من امور الدين المفروض عليه زي صلاة الخائف. انت في صلاة الخائف كده بتعمل ايه؟ بتجمع ما بين الصلاة وما بين الحذر من الكفار، بعينك على الكفار ومراقب الكفار وحذر منهم. ليه؟ ودي فريضة جهاد في سبيل الله، ودي فريضة اللي هي الصلاة. فده كان بيجمع ما بين الفريضتين، هو كان امير الجهاد، وممكن احيانا كان يلزمه في وقت ضيق ان يصدر اوامر عسكرية فلا يسعوه الا ان يفكر فيها حتى حال صلاته ويخرج بالرأي الامثل. فجمع ما بين فريضتين، فريضه الجهاد في سبيل الله واماره الجهاد وفريضه الفريضه. فده القول الثاني ان هو كان محسنا في ذلك، مش كان مخطئا مغفورا له، لا كان محسنا في ذلك ان جمع ما بين هدفين، جابت الصلاه وجابت الجهاد. تمام؟ بس الناس برضه بيقولوا ده حال ايه؟ حال عارض. مش كل ثالثه المقصود هو يستعين بالله عز وجل على الحاجه دي. الأصل إن الإنسان في صلاته يكون خضوع قلبه لما يقول في الصلاة ولما يفعل في الصلاة. الإنسان يصلي كما أخبر الناس لما صلى ركعتين توضأ أحسن وضوء ثم صلى ركعتين لا يلتفت فيهما إلا وجبت له الجنة، لا يحدث فيهما نفسه. الأصل إنك لا تلتفت عن معاني الصلاة التي أنت فيها. الدعاء مطلق في الصلاة ولا لازم دعاء مخصص؟ لا، الدعاء مطلقا مفتوح طبعا، فيها ادعيه مخصوصه لا ربنا يعينه على لا هو مش بيقول كده، هو مش بيقول دعاء، هو بيقول ده بيقسم الجيش وبيظبط بينظم. مش بيقول كل واحد حد رسول الله بيصلي المفروض انك نص حلو. انا بطل شغل او نطبق ان في الصلاه ده شغلا ظاهرا وباطنا، يعني ظاهرا وقوموا لله قانتين. مش هتقعد مثلا انت بتصلي تتكلم، مش هتقعد انت بتصلي تضحك، مش هتقعد انت بتصلي تاكل وتشرب. ده ان في الصلاه ده شغلا ظاهرا، يعني تشغلك ظاهرا على اشياء اخرى اللي هي خارجه عن الصلاه زي الاكل والشرب والكلام والضحك. طيب وباطنا ان التفكير في معاني الصلاه اقوالها وافعالها يشغلك عن التفكير في مسؤوليه. انا بقول لك اهو، لا اولا الصلاه دي خصوصيه، يعني روح زي مثلا خطاب الناس للشيطان في الصلاه العنك بلعنه الله، مش نظام كده الشيطان في الصلاه؟ طيب انت لو خاطبت احدا في الصلاه خطبت الصلاه، فدي خصوصيه من الاسلام لو قطع. الشيطان لما بعد الصلاة بنبعد عن الناس في الصلاة نبي يسوي خلاص. ليه بقى؟ دي ألف على العبادات. الشيطان بيكون أحرص ما يكون على الهائج عن ما ينفعك من التفكير في أمر الصلاة. دايما تلاقي مثلا عشان كده الناس الشيطان يحضر لأحدكم في صلاته فيقول له أذكر كذا أذكر كذا، لما كان لا يذكر من أمر الدنيا. مش معنى ما تفتكرش مكان المفتاح الضايع وانت بتصلي، مش عارف تفتكرش مش عارف الميعاد اللي هتغير وانت بتصلي، ما تفتكرش مش عارف الفلوس اللي حاططها، مش عارف الجنيه اللي انت حاطه مش عارف في الكتاب الفلاني ولا في الجلابيه الفلانيه غير وانت بتصلي. مش معنى ما تفتكرش، مش معنى ما تفتكرش الحاجات دي غير وانت بتصلي. هو كده الشيطان عايز ايه؟ ده اعظم ما ينفعك، اعظم ما يقربك الى الله، اعظم ما يغفر لك ذنوبك. عشان كده بيحول بينك وبينها على اشد ما يكون. تمام؟ طب بالإمام مثلا يعني لمصلحة الصلاة
زي كلام يعني مثلا ذكرته وهو ما لابد منه يعني يعني مثلا نضرب مثال الصلاة انتهت أو الإمام مثلا سلم قبل انتهاء الصلاة مثلا الإمام سلم قبل انتهاء الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأنت يعني عارف إن الصلاة لسه باقي شوية وفي نفس الوقت ممكن تكون شايف فممكن تقول له اتفضل ركعتين عشان يعرف طبعا الأصل إنك أنت إيه تسبح سبحان الله ما فهمش يبقى ساعتها ليك إنك الأصل إنك أنت تسبح مش مثلا واحد مثلا الإمام جهر تقول له اسكت ولا وطي صوتك ولا لا تقول له سبحان الله خد باله ماشي ما خدش باله خلاص أصلا جهر في الصلاة ده خلاف الأولى مكروه لكن مش حرام مثلا ما قرأش الفاتحة ودخل في اللي بعدها على طول يا إما تقول له سبحان الله يا إما تقول له الحمد لله رب العالمين أنا ما تقولوش يا الفتح أو نسيت الفتح معاش يا مستر إيه هو جهر سبح ما خدش باله عادي جدا هو أصلا الجهر في موضع الإسراء والإسراء في موضع الجهر خلاف الأولى مكروه لكن ليس حرام عامل الهلال معناه ان الاستراب وجهه مستحب بالعكس مكروه لو قال ممكن يتكلم عن الحاجه اللي جرى الفتحه ولا كده مثلا كمان من الشروط الشروط دي يعني وقال ارى فتحه يقرا فراح قال له ايه يعني حاجه انت كده قريت الفتحه صلاته بطلت لو كان جاهلا بقى عادل لو قرا اه هو هو الامام لو قرا فتحه مرتين عادي مفيش مشكله وده اللي قال له يا عم الحاج قرا فتحه مرتين صلاته بطيئه لو كان جاي ما اعرفش خلاص ينوم بيقول معناه حصول هذه المقاصد الجليله وليس لك من صلاتك الا ما عقلت منها يعني ايه يعني ليس لك كاجر كثواب كثمرات لكن إبراء الذمة وزوال التبعة تحصل بأداء جميع لازمات الصلاة يعني الظاهرة ولكن يتفاوت المؤمنون في صلاتهم بحسب تفاوت إيمانهم فهذا المعنى الذي ذكرته وأشرت إليه تشترك فيه جميع الجوارح الظاهرة والباطنة يعني الخشوع ده فيه خشوع ظاهر وباطن زي ما قلنا الخشوع الظاهر بالسكون في الصلاة بالثبات في الصلاة بعدم الالتفات قلة العبث ترك العبث انما الخشوع الباطن بترك الالتفات القلب بالتدبر بالخضوع والذل طيب ثم بعد هذا الاجمال يعني بعد بقى ما ذكرنا الخشوع في الصلاه اللي مقصود الصلاه يجيب بقى عبوديات الجوارح اول عبوديه عبوديه اللسان واللسان بعد القلب اعظمها واكثرها عبوديه ليه أنا أكثر حاجة ليها إيه؟ دايماً مشغولة طول الوقت بإيه؟ بعبادات، بأذكار، بأدعيه، بقراءة لأنه يتنقل في صلاته من قراءة إلى أذكار متنوعة إلى أدعية بعضها أركان وبعضها واجبات وبعضها مكملات أذكر دلوقتي إيه الحاجات اللي اللسان بيعملها عبارة عن ركن وإيه الحاجات اللي اللسان بيعملها عبارة عن واجب وإيه الحاجات اللي اللسان بيعملها عبارة عن إيه؟ مستحب حد يقول لنا كده إيه أركان القولية الأركان اللي باللسان تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة مع علم السحر اللي هو المأموم في صلاة الشهادة الأخيرة التشهد الأخير التسليمة الأولى دي كده أركان الإيه؟ أركان اللسان أركان القولية أما الأركان المتعلقة باللسان فتكبيرة الإحرام فالناس قال عن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يعني تحريمها التكبير يعني الحاجات أحرمت بالصلاة يعني دخلت في الصلاة فصار يحرم عليك ما يحرم في الصلاة من أكل وشرب وكلام وعبث وضحك وغير ذلك ونظام قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر قال للمسيح في صلاتي في رواية ثم قل الله أكبر إذا الزمن يكبر بصفة الله أكبر تمام؟ طيب يبقى التكبير ده ركن أما الرفع اليدين مع التكبير حكمه إيه؟ سنة يبقى الركن هو التكبير هو باللسان إنما رفع اليدين ده إيه؟ سنة ويشترط في التكبير أن يكون من قيام المكبر وأنت قائم يعني لو مثلا واحد جرى الإمام في ركوع أو في سجود ينفعش يكبر وهو راجع وهو ساجد ينفعش يكبر أثناء ما بينزل لازم يكبر وهو قائم ثم يركع واضح؟ إذا تكبيرة الإحرام لازم تكون من قيام وأنت واقف
يعني انا لقيت المنتج بعمل ايه؟ مش باجي نازل على طول اقول الله اكبر وانا بنزل، لا تقول الله اكبر وانت واقف تكبرت الاحرام، بعد كده تعمل ايه؟ واقف او اسمك واقف اقرب للثاني. انا شايف مثلا انت جيت لقيت الامام سجل فكبرت كده، تنزل على طول ولا تنزل ولا لازم تقف شويه؟ لا لا مش لازم تقف شويه، المهم تكبر وانت واقف، بعد كده تكبر. المهم ان التكبيره تبقى وانت ايه؟ وانت واقف، مش تكبيره وانت تحت. لو كبرت انت كده ونزلت على طول كده الصلاه بطل. لا صحيح، هو كبر وهو واقف وبعدين نزل مباشره، مفيش مشكله. نزل تكبر؟ ايه؟ بعدين بقى وهو نازل يكبر تكبيره ثانيه ولا لا؟ يصلي دي انه يكبر تكبيره ثانيه بس مش هو. لا احنا في التكبيره. انا واضحه كده؟ طيب التكبير لازم يكون بلفظ الله اكبر على الراس، لازم اللفظ ده. طيب افرض واحد حرفها، قال اي كلمه ثانيه غير الله اكبر؟ الله اعظم. الله اعظم مثلا، فصح صلاته ولا لا؟ على الراجح لا تصح، فيها خلاف. طيب بعض الناس ممكن مثلا يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ما بيوضحش الكلام، ما بيحمدش الكلام، مش حاطط تجويد. انما لو عملها جيم صحيح قال الله اكبر، ده صلاته باطل ومحدش جنبه. في بعض الناس عندهم وسوسه زي ده، واحد الله اكبر الله اكبر يقول دي مش كافر، لا هي كافر بس غير محسوس، واحنا مش هنحط التكبير بقى عشان تقعد تقول ايه؟ هتضطر الطلب الكلمه دي. ماشي، فيبقى ده كده ايه؟ مصطفى. هل مثلا عباره ايه؟ الله اكبر ده كده ايه؟ مش الف، دي اشباع بالفتحه، هو كده اخطا لحن، لكن كل من يسمعه يعلم انه يقول اكبر. ما حدش بيسمعه يفتكر هو بيقول اكبر اللي هو جمع كبار اللي هو الطبع، ما حدش بيقول كده، يعني بيسمعه فاهم ان دي اكبر بس اشبع الفتحه وده لحن، لكن مفهوم الكلمه مش هنطلق صلاه حاجه زي كده. الله اكبر دي لغه فصيحه من لغه العرب، ازاي الهمزه واو دي قراءات؟ لا لا الله اكبر تطلع فصيحه، عشان بعض الناس لا فعلا بعض الناس بيعمل ايه؟ مجرد بس اي تحريف للحاجه اللي هو يعرفها خلاص طلبها ظل، لا عادي اصلا من لغات العرب البلغاء الفصحاء ازاي الهمزه حرف عله يناسب حركتها، يعني ليه انا واو اكبر الله اكبر لا هو اكبر واكبر ده اشباع للضمه اللي قبلها الله هو اشباع للضمه برضه كل ده من اللحن المرفوع حسب ما حدش بيفهم بس واحده الله اكبر مثلا ما حدش بيفهم انت تقول الله اكبر يعني هل الله اكبر حد بيفهم كده هي كله فاهم دي فتحه لكن انت طولتها شويه غلطان لحن بس مش طالبه فرق يعني فرق ما بين ما نقول احرص الا تفعل كذا وكذا 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 وما بين انت تقول الصلاه باطله ان فعلت كذا وكذا وكذا. يعني انا اقول لك احرص انك انت ما تحطش الف بعد الهمزه، ما تحطش واو مكان الهمزه، ما تحطش مش عارف ايه كام صحيح، انا بقول لك احرص على الكلام ده ده كويس. انما عشان تفضل تطور الحاجات دي لا، هي الامر كده. واضح؟ طيب. قال وقراءة الفاتحة في كل ركعة على كل أحد إلا المأموم إذا جهر إمامه على القول الصحيح فيتحملها عنه. طيب قراءة الفاتحة ركعة في كل ركعة من ركعات الصلاة، مثلا قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. طيب الإمام ركن يقرأ بالفاتحة في كل ركعة، المنفرد ركن يقرأ بالفاتحة في كل ركعة، ده قول الجمهور خلاف الأحناف، الأحناف بس اللي بيخالفوا في المسألة بيقولوا قراءة الفاتحة واجب وليس ركن. طيب. المأموم بقى فيه خلاف قوي، هل المأموم يقرأ الفاتحة أم لا؟ الشافعية بيقولوا المأموم ركن برضه يقرأ الفاتحة في كل ركعة. المالكية بيقولوا ركن يقرأ الفاتحة في السرية ولا يقرأها في الجهرية. الحنابلة بيقولوا لا المأموم لا يقرأ الفاتحة ليس ركنا في حقه مطلقا لا في السرية ولا في الجهرية. ركز كده تاني، يبقى عندك طرفين وسط، طرف الشافعية بيقولوا المأموم ركن ان هو يقرأ الفاتحة في كل ركعة، الطرف الثاني الحنابلة بيقولوا الفاتحة تسقط عن المأموم اصلا ليس عليه يقرأ الفاتحة لا في السرية ولا في الجهرية. الوسط او الاحناف كده كان الاول بيقولوا الكلام ده في الامام والمأموم المنفرد، خلصنا الاحناف كده ورميناها، لازم نتكلم على الثلاثة اللي باقيين. الوسط قول المالكيه ده اللي رجحه الشيخ الثعلب، ده ترجح الشيخ الثعلب ابن تيميه، قول المالكيه اللي هو ايه؟ ان المأموم يقرا في السريه ويسكت في الجهريه. ليه؟ لان في السريه الاصل قول النبي صلى الله عليه وسلم
لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. إنما في الجهرية نفسه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قرأ فأنصتوا. ربنا عز وجل يقول إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. بعد محمد الموطن الواجب فيه إجماعا الانصت، الموطن للآدي نازلة فيه إجماع. هل الآدي تشمل إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا؟ بس القدر الواجب قدر المستحب مش كده؟ قدر الواجب من الانصات. يعني لو انت ماشي في الشارع ولا القرآن بيبلغ هل يجب عليك انك تنصت ولا لا؟ لو انت في الشغل واحد مشغل القرآن يجب عليك انك تنصت ولا لا؟ لو انت مثلا قاعد بتصلي مثلا قاعد في المسجد معتكف ولا قاعد شويه في مسجد واحد عمال بيقرا القران بصوت عالي يجب عليك انك تنصت ولا ممكن تعمل حاجه انت بتعملها؟ تقرا انت كمان مثلا في ايه ولا تقرا كتاب علم ولا تعمل اي حاجه؟ عايز تنام لقيت واحد على جنبك مشغل قرآن ينفع تنام ولا لازم تنصت؟ موتة جنبيك لازم تقعد تنصت. هل انت القدر الواجب من الصلاة؟ اجماع عن القدر اللازم اللي هو في الصلاة انما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قرأ فانصت. بعض ما بيزود بعض المسائل الأخرى زي على الراجح حال الخطبة. حال الخطبة دي حال يجب فيها الانصات. يبقى هم دول الموطنين اللي يجب فيهم الانصات في الصلاة للمأموم وفي خطبة الجمعة للايه؟ للمأمومين. طيب احنا بنقولوا في الأحناف بيقولوا أصلاً الفاتحة ليست ركنا للابتداء لا للإمام ولا للمأموم ولا للمنفرد. تمام؟ طيب. لكن الجمهور بيقولوا الفاتحة ركن للإمام والمنفرد. مختلفين بقى في المأموم. الشافعية بيقولوا قراءة الفاتحة ركن دايماً. يعني تعمل إيه عند الشافعية؟ يعني لو الإمام بيقرأ الفاتحة حاجة من اثنين، يا إما تستنى لما يسكت وتقرأ في السكنات، يا إما لو أنت عارف إن هو مش هيسكت تعمل إيه؟ تنازعه القراءة. واضح؟ يعني هو عمال بيقرأ تقرا انت الفاتحه معاك. ده الشافعي بيقول كده. طيب طب بيعتمدوا على او بيقول ان الانصات واجب كاصل لكن قراءه الفاتحه اوجب. فلو تقدر تجمع بين الاثنين انك تسمع وبعد كده تقرا في السكته ماشي، ما تقدرش يبقى دي مالكش، يبقى تقديم واجب على واجب. لكن كده اجماع ان الانصات واجب للامام، لكن هما بيقدموا دي اوجب على دي. تمام. طيب الحنابله بيقولوا ايه؟ بيقولوا المأموم ممكن يقعد ساكت سواء في ركعات الجاهليه او في ركعات السريه، وبيستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءه الامام له قراءه. طالما الامام بيقرا هو اجزى عنه حتى في السريه، الامام بيقرا اجزى عنه عن الكسر بمذهب الحنابله. الوسط قول المالكيه ان انت يبقى قراءه الامام دي قراءه لما تكون انت بتسمعها. واضح؟ في الجهريه واذا قرا فانصته، والا الاصل انك انت ايه؟ لازم تقرا بام الكتاب لا صلاه لمن لم يقرا بام الكتاب. ده قول وسط هو قول الملكيه وما ترجحش في السنه الثانيه، هو اللي رجحه الشيخ السعدي. طيب في تنبيه مهم قوي ان الركن هو قراءه الفاتحه. القراءه لابد ان تكون بلسان. يعني لو واحد مأموم في سريه او واحد منفرد او واحد امام لما يجي يقرا الفاتحه لازم يحرك لسانه. ما ينفعش قاعد ساكت كده وفي دماغه كده معدي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم معدي كده على دماغه. لا، لازم ايه؟ يقرا باللسان، لازم يحرك اللسان. طيب هل لازم يسمع نفسه ولا لا؟ فيها خلاف. بعض الناس بيقولوا اقل حد ان هو يسمع نفسه، لان يحرك اللسان حركه تسمع اذنه، لان هي اقرب اذن لي، فلازم على الاقل ايه؟ على الاقل يسمع. والراجل هو لا يلزم ان يسمع نفسه، يفرض واحد سامع وسيم. وبعدين اصلا ممكن الصوت يبقى منخفض جدا لدرجه ان هو ايه؟ لا يسمع نفسه. يبقى اقل حد يحفظ القراءه، القراءه لا تحصل الا بحركه اللسان والشفتين. تمام؟ قبل ما اقرا برضه حط قفل حنكه بيقرا كده، قفل حنكه كده وبيقرا في دماغه في ذهنه، ده كده لم يقرا، ده كده امر المعنى على القلب ده، لكن لم يقرا. يقرا دي لازم يحرك اللسان. مش كده بننبه؟ لا بلا خلاف. خلاف ايه الحد اللي يسمع نفسه ولا لا يلزم يسمع نفسه؟ لكن بلا خلاف انه يلزم القراءه تحريك اللسان. يستدل بقول الله عز وجل في القرآن فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وعندهم اصلا حد بيفرقوا ما بين الفرض والواجب، يقولوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني، فبيقولوا القرآن قال ما تيسر وحديث المسيح صلاته قال ما تيسر. طب الحديث الثانية الصحيحة الثابتة اللي في البخاري ومسلم بيقول لا دي برضو ايه؟ مش بقوة القرآن. تمام؟ كل كده مش ركن، بقت واجب بس. يعني افرض تعمد ان ما قراهاش
صلاة صحيحة عليه. أنا عند الأحناف لو واحد تعمد وما قرأش الفتحة صلاة صحيحة عليه. بس فرض أن يقرأ قرآنا أي حاجة. في خلاف من العلماء لو قرأ الفتحة مرتين، بعض ما بيقولوا لو قرأ الفتحة مرتين صلاته باطلة. ليه؟ لو نكرر الركن مرتين زي اللي كرر الركوع مرتين أو السجود مرتين أو السجود ثلاث مرات أو الركوع مرتين يبقى صلاته باطلة. والأرجح أن صلاته غير باطلة. ليه بقى؟ لأن الأركان الفعلية هي التي تبطل الصلاة بزيادة في الركن فعل خارج الصلاة. إنما هنا نقول إن هو إيه؟ خلاف الأول. خلاف الأول تكرار قراءة الفتحة، لكن لا يبطل الصلاة على الرغم. وعلى المذهب يعني هو بيقول دلوقتي على الراجح قراءة الفاتحة في كل ركعة على كل أحد إلا المأموم إذا جهر إمامه على القول الصحيح فيتحملها عنه. إذا تسقط قراءة الفاتحة يسقط عن المأموم في الركعات الجهرية فقط، وده مذهب مالك. وعلى المذهب يعني على المذهب الحنبلي حتى في السر، حتى في الركعات السرية يسقط عن المأموم قراءة الفاتحة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. لو قرأتها عن الجهرية اللي هي ايه؟ الإمام صلى الله عليه وسلم صحيحة، لكن هل السنة أنك تقرأ وتنازع ولا تسكت وتستمع؟ الجمهور السنة تسكت وتستمع. طيب قال والتشاهد الأخير. والتشاهد الأخير من الأركان الايه؟ القولية. التشاهد الأخير هو ايه؟ التحيات لله والصلوات الطيبات والسلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن عارفين التشهد ولا إيه؟ طيب التحيات لله يعني التحية. المهم إنك تفهم تقولي في الصلاة تحية التعظيم، يبقى أنت التحيات لله يعني التعظيم لله عز وجل. واضح؟ والصلوات الطيبات أو الصلوات والطيبات. الصلوات يعني الدعاء والثناء على الله والكلمات الطيبات يستحقها الله عز وجل جل جلاله. كل الحمد لله تبارك وتعالى. بعد كده تقول بقى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الأول كان الصحابة ما بيقولوش كده. الأول كان بيقولوا إيه؟ السلام عليك يا أمين. يقولوا السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، السلام على فلان. حديث كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، وفي رواية على جبريل وميكائيل. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ومنه السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. طيب طيب بنقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولا السلام على النبي ورحمة الله. دي مسألة محل خلاف. الناس معلمها للصحابة ازاي؟ السلام عليك أيها النبي. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بقوا يغيروها إلى السلام على النبي بصيغة الغائب مش بصيغة المخاطب، وده ثابت عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله عنها. ان بعد ما مات الناس ما بقوش يقولوا السلام عليك يا نبي، بقى يقولوا ايه؟ السلام على النبي. لكن خالفهم غيرهم. عمر بن الخطاب قرأها وعلمها للناس في المسجد، في مسجد الصبح، السلام عليك ايها النبي. وكذلك عبد الله بن عمر، وكذلك ابو موسى الاشعري، وكذلك عبد الله بن عباس، كل دول قرأوها ازاي؟ السلام عليك ايها النبي. للراجح وده الافضل. ان دي عباده توقيفيه كما هي. واضح؟ يبقى السلام عليك يا نبي ورحمه الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لو قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين دي لفظه جامعه. النظم قال فانك اذا قلت ذلك قد سلمت على كل عبد صالح في السماء والارض. يبقى انت كده جبت جبريل وجبت ميكائيل وجبت اسرافيل وجبت الملائكه وجبت الانبياء والصالحين والعلماء وكل عباد الله الصالحين جبتهم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يبقى مش محتاج تقعد بقى تقول ايه فلان وعلان وعلان، انت خصصت بس مين؟ افضل الخلق اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، سلمت عليه سلاما مخصوصا. وبعد كده على عباد الله الصالحين دي تشمل ايه؟ كل العباد. بعد كده تقول ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بعدين يقول الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، دي ركن برضه على المذهب. على المذهب الصلاه على النبي في التشهد الاخير ركن. اقل حاجه فيها انك تقول ايه؟ اللهم صل على محمد. يعني ممكن واحد بعد ما يقول التشهد ده هو مثلا مستعجل يقول ايه؟ اللهم صل على محمد وبعد كده السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله. لكن الاكمل والسنه الصلاه الابراهيميه.
ليه؟ ليه أسباب كتير من ضمنها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ليه أسباب كتير جدا. ممكن بقى الكتاب كده يجمع لنا أذكار وأدعية وأحوال الصلاة للناس كان يصليها، كتاب صفة صلاة الناس بشكل ألباني رحمه الله، كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم شيخ الألباني رحمه الله. ما يبقى الركن الجزء الأولاني من التحيات فرض ركن، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، لكن الركن الأخير أو الجزء الأخير صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو على المذهب فرض ركن كذلك. على الراجح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ليست ركنا. لا التشهد الاول بتقول فيه الجزء الاول وجوبا، وبعدين الجزء الثاني ده مستحب على الزول مش على الزول ما تقولوش، انما التشهد الاخير الاثنين الاولاني ركن والثاني واجب على بعض. طب ايه دليل انه واجب مش ركن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها اولا ما فيش دليل عن ركن، ثانيا حديث الرجل الذي صلى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عاجل هذا، ثم دعاه فقال له انه لا تتم صلاه احد الناس حتى يبدا بتمجيد ربه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء، ثم قالوش عيد الصلاه مش زي المصلي صلاته، فدل على ان الصلاه على اسم ايه واجبه ليست ركن. ثم لا يدعو بما شاء براحتك، هو الراجل عمل ايه؟ دعا مباشره قبل ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له لا الاول تبدا بتمجيد الله اللي هي التحيات لله ثم الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم عايز تدعو. الاول فيه نقطه مهمه، ثم ليدعو بما شاء، ده دليل على عدم وجوب التعوذ بالله من الاربع. في ناس امر الصحابه ان يتعوذوا بالله من عذاب النار وعذاب جهنم وعذاب القبر وفتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال. الامر ده للوجوب ولا للاستحباب؟ للايجاب ولا للاستحباب؟ عند الائمه الاربعه للاستحباب. القرينه الصارفه من ضمن الحديث ده ثم ليدعو بما شاء، مش لازم الاربعه دول، كان الاربعه دول سنه مؤكده عن النبي صلى الله عليه وسلم انك انت بعد التحيات تستعين بالله من هذه الاربعه. وعموما كفائده يعني الموطن اللي هو بعد الدعاء ده موطن دعاء، موطن لاجابه الدعاء، انت عايز تدعي ده وقت اجابه الدعاء، تقعد تدعي ثم يدعو بما شاء زي مثلا. طيب قال والتسليمتان، في خلاف من اهل العلم في حكم السلام اللي في اخر الصلاه، الاحناف بيقولوا السلام سنه، الجمهور بيقولوا التسليمه الاولى ركن والثانيه سنه، الحنابله بيقولوا الاثنين ركن. ثاني شيء ثاني الأحناف بيقولوا الاثنين سنة، الجمهور بيقولوا الأولى ركن والثانية سنة، الحنابلة بيقولوا الاثنين الأولى والثانية، والأرجح قول الجمهور الأولى ركن والثانية سنة. تمام كده؟ الحنابلة بيوجبوا الاثنين الأولى والثانية، مع أن ثابت عن أصلا أنه في بعض الصلاة سلم تسليمة واحدة، تدل عن الثانية إيه؟ سنة. ونصر قال عموما وتحريمها وتحليلها التسليم مطلق، فتكفي تسليمة واحدة والثانية سنة. بمعنى ايه؟ لو واحد قال السلام عليكم ورحمة الله لسه هيلف راح احلم صلاة صحيحة، حلو كده؟ عند الحنابلة لا ما تصحش الا لو ايه؟ السلام عليكم صلاة ثانية. طب عند الاحناف بعد ما عاد لتشاهد وتشاهد لو احدث صلاة صحيح حتى ما سلمش لسه. تمام؟ ايه؟ بيستدل بحديث ثاني ضعيف. بيعرضوا بيه الحديث. ايه؟ لفظ التسليم السلام عليكم ده أدنى حاجة، السنة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ده الغالب الناس كان بيداوم عليه، وأحيانا كان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. واحيانا السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم، واحيانا تسليم واحد. لا يسلم على اليمين وعلى الشمال، مش يسلم في القبله وبعدين يبص على اليمين، يعني مش يسلم لقدام وبعدين يبص على اليمين، لا يسلم على اليمين ويسلم على الشمال.
طيب كده خدنا ايه الاركان القوليه، فاضل بقى الواجبات والسنن القوليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.